ضخم ومتنوع وهي مدينة كاملة، فأكيد المدينة تحتاج إلى أكثر من تخصص. لكن لعلنا إحنا فيما تباحثنا في البداية التباحث الأولي أن في مجالات الطاقة، مجالات النقل، في اللوجستيات، أمور كثيرة جدا حقيقة، يعني في احتياج كبير. وأعتقد أن مواطنينا مواطناتنا حقيقة عندهم المقدرة الكاملة الحمد لله، والقيادة الرشيدة الحمد لله يعني حقيقة حفظها الله ما قصرت علينا في بنية تحتية قوية، في استثمار في رأس المال البشري، وهو دائما أكررها منسوبين المؤسسة ومنسوباتها حقيقة على مستوى عالي الحمد لله من الكفاءة والتأهيل، قادرين إن شاء الله متى ما كان هناك طبعا إن شاء الله بإذن الله التنسيق الكبير.